ادعوا معايا ان ربنا يكرمنا ببلوغ رمضان هذا العام. اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام. اللهم إنك أحييتنا إلى هذا الوقت من العام، فبلغنا رمضان، بلغنا رمضان، أحينا إلى رمضان. اللهم أدخلنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم أدخلنا رمضان وقد غفرت لنا. اللهم بلغنا هذا العام ليلة القدر، اللهم بلغنا هذا العام ليلة القدر. اللهم لا ترد لنا دعوة في رمضان القادم. اللهم أدخلنا رمضان القادم من عبادك المتقين. اللهم ارزقنا التقوى الآن لندخل رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم يا رب اجعلنا في رمضان هذا العام من عبادك المحسنين، فإنهم أحب العباد إليك، وأنت تقول والله يحب المحسنين. اللهم اكتبنا من أهل الإحسان هذا العام. اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك. اللهم أدخلنا رمضان ونحن من المحسنين، ارزقنا الإحسان فنكون من أحب العباد إليك، فتبلغنا ليلة القدر وتستجيب دعاءنا. اللهم من علينا برضاك، اللهم من علينا ببلوغ ليلة القدر هذا العام. اللهم اجعل رمضان هذا العام أجمل رمضان مر علينا منذ خلقتنا، واملأ قلوبنا فيه بحبك، أذقنا حلاوة الإيمان. اللهم اكتبنا في رمضان هذا العام من أحب عبادك إليك، ومن أخلص عبادك لك، ومن أتقى عبادك لك. آمين آمين يا رب العالمين.